سنة، كل سنة وحضراتكم طيبين. والجولة الأكبر على مستوى الشهور الماضية هتبقى مبادرة أفضل منتج لأكرم شعب، هنبتدي في 1400 مجمع استهلاكي على مستوى كل محافظات الجمهورية. لدينا 20 سلعة الأساسية اللي احنا بنقول عليها سلة غذاء المصريين، سيكون عليها تخفيضات 15%. لا نتكلم فقط على السلع الأساسية، ولكن أيضا نتحدث عن البقوليات، نتحدث عن البروتين بأنواعه، فنتحدث على لحوم، على دواجن، على منتجات ألبان، على جبن، على بيض. كل هذا الكلام داخل إن شاء الله في التخفيضات اللي في المجمعات الاستهلاكية، وجاء حتى بداية الشهر الكريم إن شاء الله، ولحد أول رمضان. كل سنة حضراتكم طيبين، وهنشوف إن شاء الله التفاعل والإقبال الشعبي. إذا كان في إقبال وتجاوب إن شاء الله مستعدين إن إحنا نتحدث مع الوزارات المعنية. عاوز أوجه كل الشكر والتقدير للسيد وزير الاستثمار ومجموعة العمل المعاونة له، للسيد وزير الزراعة ومجموعة العمل المعاونة له، لوزارة الدفاع المصرية، للمساهمة والمشاركة في فريق العمل الخاص بهذه المبادرة. إن شاء الله بنخطط إن احنا يبقى عندنا أسعار إن شاء الله متميزة في العديد من السلع. احنا بنتحدث دلوقتي عن لحوم سودانية ب 38 جنيه بإذن الله. بنتحدث عن فول بلدي الكيلو بسبعة جنيه، وده برضه الحقيقة أرقام كويسة جدا. أنا وجهت اليوم خطابات لجميع محافظي الجمهورية عشان يتعاونوا مع وزارة التموين في تنفيذ هذه المبادرة واستفادة المواطنين بها. أنا مش عايزين الاستفادة تقف عند حدود المجمعات الاستهلاكية، أنا عاوزين هذه المنتجات تصل للمواطن الفقير ومحدود الدخل والذي يحتاج إلى هذه السلع في هذه الأيام المباركة.